السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أم زكريا. إذا كنتي أختي الفاضلة أول مرة كتشاهدي القناة ديالي، كنتمنى أختي العزيزة تشتركي معايا فضلا وليس أمرا. طبعا إذا عجبك المحتوى ديال القناة، اليوم عزيزاتي غندير لكم لوك بوك لوك بوك ديال القفيطنات ديال مصر اللي كتشوفوني لابساه. طبعا انا خصني شي على راسي وصافي. هاد القفيطنات اللي كتشوفوا فيهم هاد الطريزات هكا في الكميين، والكم معرض هكا ومبطن ما كيبينش، ثم كيبينش مبطن وفيهم هاد الطريزات هكا جايين. طرز رائع جدا، يعني طرز منه ماشي لاصق، هذا مطروز كيف كتشوفوا. وعندو الطرزة هذه اللي كتشوفوها هكا القدام، والحزام ديالو حتى هو مطروز وجا خفيف، يعني تلبسيه خفيف جدا ما كيعرق ما والو. يعني التوب ديالو تتقولوا لي في التعاليق واش موسلين ولا بوسلين. كيتغلط ليا مع بوسلين ولا موسلين، ما عرفتش اش نقول ليه. هو هذا اللي معروف، وانتم كتشوفوا الطرزة من التحت هو مطروز كله هكا. هذه الطرزه اللي لتحت جد رائع، ومبطن بطنينو جنب بطن باش ما كيبينش. وانا غنوريكم الطرزه اللي كاينه لتحت، وعندهم جاب السروال ديالو والحزيم كي كتشوفوا خفيف كتحزمي هكا اللور. وهذا كنظن كيتلبس العديد من الطايات حيت مع كيتحزم، يعني تقدر بحال ال اكس ال يلبسوه لحقاش كيتجمع من كتحزمي كيتجمع. يعني ممكن تلبسوا الال والاكس ال، انا كنقول عطيت غير مثال بحال الام والاس، وقيلا حتى الاس غيكون صغير يمكن، ما عرفتش فين الاس ولا لا. المهم كاينين اللوينات اللي بغيتو، اللي بغات شي حاجه مرحبا. دابا غادي نوريكم التحت ديال الطرزه ديال التحت كيف ما كتشوفوا. هذه الطرزات اللي كاينين التحت، وجا عريض في اللبسه كيف كتشوفوا الطريزات فيه هكذا. بعد شويه باش يبان لكم، وكيجي مريح جدا. انا اللي عجبني فيه هو مريح، والسروال حتى هو فيه الطرزه، السروال ديالهم فيه الطرزه حتى هو كيف كتشوفوا، جات فيه الطرزه لتحت، واللبسه كتجي بحال هكا مريحه جدا. وهذه الطرزه اللي كتكون هكا من قدام وجات لتحت، يعني قفيطر خفيف ظريف، يعني لابسه بحال يعني ريشه. انا بعدا دابا خاصني شي على راسي كي قلت لكم وصافي. دابا غندوزو نشوفو، نتمنى تشوفو الشكل ديالو مزيان. دابا غندوزو هانتوما لكم حتى هو كي قلت لكم، جات فيها الطرزه هكا من هنا، والترازي جات من هنايا مشدوده ومن هاد الجهه. وغندوزو دابا نشوفو الشكل الثاني كيفاش داير حتى هو، بقاو معانا. وهذا عزيزاتي الشكل الثاني في هذا اللوين الرائع. الكميمات عنده بحال هكا حتى هو فيه الطرز مطروز كيف كتشوفوا، الكميمات مقبوطين، وعنده الطرزه في الصدر هكا كيف كتشوفوا، وفي الحزام كيتجمع فيه السير كيتجمع بالحزام وفيه لاستيك لور، وجات هو فيه الطرزه حتى لتحت. انا درت الزيف هكا باش يبان لكم يعني الطرزه اللي كاينه هنايا وفي الكتاف. وكيجي حتى هو رائع في اللبسه، كيجي غزال في اللبسه ومرتاح حتى هو. غنوريكم دابا التحت ديالو، هنا جات لتحت هكا وفيه تاهو مع السروال، فيه الطرزه مهوده حتى لتحت ومع السروال كيف كتشوفوا، فيه واحد الطرزه لتحت، السروال ديالو فيه الطرزه لتحت، وجات هو في هذا الشكل الانيق والمريح جدا. غنوريكم دابا راه مبطن، هذه هي الطرزه اللي فيه من التحت جا بحال هكا كله، ومبطن الثوب هذا كيف قلت لكم موسلين ولا بوسلين، هذا هو التبطين اللي دايرين معاه، يعني ما كيبينش. واللبسه فوق اللي عجبني فيه هو اللبسه مريحه جدا، يعني كتلبسيه وانت مرتاح بحال كان الصيف ولا شي حاجه تقدر تلبسيه، يعني مرتاح جدا. انا بعدا ارتحيت في اللبسه ديالو. دابا غادي نشوفو، نتمنى تكونوا شفتوا الموديل مزيان. كيتحزم كيف قلت لكم فيه الحزام من لور، كيتحزم كيتجمع من لور، وكيجي هكا يعني طاي ايفازي كيجي عليك هكا مقبوض. المهم غير تاخدي الطايه ديالك اللي كتلبسي وصافي. وكدايرين هنايا بحال السنطه، ولكن ماشي السنطه، هذه لاصق فيه هاد الطرز لاصق فيه وكيتجمع من اللور، دايرين فيه واحد الحزيم كيتجمع. دابا نشوفو الشكل الثالث، وهذا يا سلام يا سلام يا البنات، هذا واعر واعر واعر، توب دي توب، هذا فن في العقيق هكا، فيه الطرز وفيه العقيق،
وجات طرزه هكا من الكتف وفي طريزات هكا والصدر كيف كتشوفوا. كنتمنى يبان لكم بلا ما نقرب الكاميرا بزاف، كنتمنى تشوفوا هكا بهذا الشكل. هذا كيجي حتى هو فيه الطريزات من هنا، والثوب موسلين كيف تنقولوا، وفيه الطرزه لتحت. هذا الطرزه اللي كاينه لتحت معمر، هذا رائع جدا، رائع رائع غزال البنات. الثوب هو هذا، هذا ما مبطنش بحق معاه السروال ديالو، واللون هانتوما كتشوف اللي قلبها زوين غتقول زوين، اللي ما كتحملنيش غتقول خايب من طبيعه الحال، وغدير ليا ديزلايك معروفه، ولكن الله يسامح ماشي مشكل. هنايا كيف كتشوفوا انا درت الزيف لداخل باش تبان لكم الطرزه اللي هنايا، نتمنى تكون تبان مزيان. هي هذه الطرزه اللي فيه، والحزيم حتى هو مطروز عامر بالعقيق والطرز، وكيجي رائع جدا، والكميمات ما نقول لكمش، شي حاجه غزاله غزاله. دابا غنوريكم تحت هو مع السروال، غنوريكم تحت باش تشوفوه مزيان. وفي الحزام، من اللور، يعني في الحزام كيتحزم، انا غنوريكم دابا لتحت. هانتوما كي داير الطرزه، جا كله مطروز من التحت ومع السروال ديالو بطبيعه الحال، وكتجي اللبسه همه همه. وشان خصنا غير شي عراسيه، الله يجيب شي عراسيه وصافي، هذا ما كان. هانتوما كي كيجي في اللبسه ملكيه صافي، هانتوما شي كيجي نطيح زعما، الثوب طايح وغزال غزال غزال جدا. والسروال فيه الطرزه بحال هكا، السروال الطرزه حتى هو فيه بحال اللي فيه اللي في العقيق حتى هو، هي هذه اللي في التحت ديال السروال، وكيجي بهذا الشكل الرائع جدا. انا حمقني هذه اللويه الموف، واعر واعر الموف، ودرت لكم الزيف تانيت ذهبي محتمي قلبت عليه تلقيتو ديال العرس بحال غدا العرس. وهذه هي اللبسه ديال اللي درنا اللبسه الثالثه. ودابا باش ما نطولش عليكم الفيديو، راه كاين بزاف الحوايج نشوفوا حاجه اخرى ان شاء الله. ودابا نعمل لا الطرز الرباطي، يا لالا هذا الطرز الرباطي يا نتوما، هذا مبطن حتى هو، جا مبطن من التحت، ديري ليه الكمين مبطنينو فيه، وجات الطريزه فيه هكا هانتوما، جاب الكمين. والحزام بحال هكا مطروز، هاد الطاي كبر مني، هذا كبير عليا بزاف، هادي غتكون واقيلا دوبل اكس ال بالنسبه لي كتكون عامره شويه. انا دابا غير كنقيس لكم هادشي ديال مالي كيف كتشوفوا الطرزه، وهنايا الطرزه هكا عامر بالطرز، كتجي في اللبسه هكذا، كيجي في اللبسه بهذا الشكل هذا، وجا من التحت حتى هو فيه الطرز، جا غادي حتى لتحت ومفتوح، وفيه السروال انا نوريكم التحت. هنا السروال مطروز فيها الطرزه لتحت، كيجي رائع جدا، هذا لتحت ديال السروال، ومن هنايا جا بهذه الطرزه حتى لتحت، وجا عريض كيف كتشوفوا، رائع جدا، يعني مريح مريح جدا، وما تيبينش الثوب، ما كيبينش مع السروال، ما كيبينش. هذا الموديل الرابع اللي شفنا، دابا غنشوفوا الموديل الخامس. كيف شفتوا قلت لكم الكميمه تعرض، وكيجي في اللبسه غزال غزال غزال، رائع جدا. دابا بقاو معايا نشوفوا الاخر. سلام وليدي، جيتي مزيانه وليدي، يلا سير يلا سير. وهادو قفيطنات، هذا راه تريبل اكس ال، رجاني كبير كيف كتشوفوا، غير بغيت نوريكم الموديل وصافي. جا فيه الطرزه هكا وخفيف حتى هو، الثوب بحال الساتان، وفيه هاد الطرزات هكا جي حتى لتحت، وفيه فتحي في الجناب، هذا هو اللي معروف على هاد القفيطين. هذا بالنسبه لهادي طيت شي وحده تكون عامره يجيها هو هذاك، انا جا كبير عليا لحقاش ماشي الطاي ديالي. المهم تشوفوا نتوما الموديل، جا مطروز هكا، جا هاد الطرزه هادي جات فيه حتى لتحت، حتى لتحت، وجنيبات فيه افتتاحات. وهذه عزيزاتي فراشه، جات بالقب من اللور، قب ديالها، وجات عريضة بهذا الشكل هذا، كتجي بهذا الشكل، وفيها عقيدات هنايا، وفيها بحال هاد الطريسنات هادو ولاش كيقولوا ليهم، الشكل ديالها بحال هكا اللي حتى هي مريحة، وجات بسميتو ديالها لتحت، هذه كلها طويلة لتحتاني، هذه كلها طويلة بحال شي فوقية لتحت يعني باش ما كيبينش، وجا عريض عريض. هانتوما كيف كتشوفوا اللي كيعجبهم هاد
هاد الفراشات بحال هكا فهذا جد رائع تا هو مريح في اللبسه وانيق وشي حاجه يعني شي حاجه كلاس في هاد العقيدات هكا كيف كتشوفوا. والقب ما تنساوش القب المهم هادي في صالتو الصاله ديالو هي هادي انا نوريكم التحت ديالو كيفاش داير هانتوما كيجي من التحت جعريت جدا يعني البسي ويلبس معك بنادم. دابا ندوزو الموديل اخر وكاينين هادو عزيزاتي هادو بنيدرات بحال اللي جا عندك شي حاد هكا لبسه خفيفه هادي حتى هي طاي كبير عليا البنات شوفوا الكتف فين طايح يعني ماشي الطاي ديالي لابسه حتى شي وحده الطاي ديالها راه غتجي رائعه جدا فيهم الطرزه هكا والكميمات هكا عراض وفيهم حتى هما الطرزه هكا هادو بالنسبه خفاف كيتلبسوا بنيدرات خفاف والثوب حيت كاين شي بنات كيقولوا لي هاد الثوب يقدر يكون واقف يقدر يكون بحال الخنشه بحال كيف كيقولوا فهاد الثوب طايح البنات وبارد وغزال الثوب زوين هانتوما كي كتشوفوا طايح طايح ماشي دوك اللي كيكونوا واقفين يعني تيكونوا بحال شكل الخنشه يعني مواقفين الثوب ديالهم رائع جدا وهذه راه ماشي قدي ماشي الطاي ديالي انا بغيت نوريكم غير الموديل اللي كاين واللي بغات شي حاجه مرحبا غندوزو للموديل الاخر هذه راه فيها الطرزه لتحت ما يمكنش ليا نهود بلاتي نهود لكم شويه ولا بلاتي نوريكم الطرزه من هنايا فيها لتحت هذه هي الطرزه اللي فيها لتحت جات بهذا الشكل هذا وجات عريضه عريضه بزاف واسعه يعني وكاين هذا الموديل الرائع جدا انا بعدا حمقني كيف كتشوفوا جا في هذا الشكل هذا وفيه هاد بحال السنيسله فيها الطرزه في هذا الشكل فيه بحال العقيقات بحال هاد السنيسلات هكا هاد الوريدات كاملين فيهم هاد السنيسلات وجا هما شي حاجه طب غزال هذا فن حتى هو كاين فيه اللوينات وفيه هذا بحال القب كيف كتشوفوا ماشي قب هو غير بحال واحد الباندا مليوحه هكا دايرينها ديكور في الدار حتى هي جات رائعه جدا وانا غنوريكم باش تشوفوا التحت ديالو هانتوما جا رائع جدا جدا كيجي جد رائع هذا حتى هو في اللبسه كيجي غزال بالنسبه لهذا كي صراحه كيجي مع لي طاي كاملين وملبس يعني فيه اللبسه ديالو التحت ما كيبينش والثوب ديالو موسلين ديال اللي كي القنيدرات يعني بحالو الثوب طايح باش حيت الاخوات كيسولوا على الثوب بزاف فهذا الثوب موسلين ولا بوسلين اللي عندنا حنايا نيت كنديروا به قنيدرات كنديروا به وهنايا جا فيه العقيق جا كله داير بهاد العقيقات هكا وهاد الدونتيل من التحت وجات كيجي في اللبسه رائع جدا هانتوما كي كتشوفوا مع الدخله ديال الباب يلا بنادم يدخل تصلوا على النبي صلوا على النبي هو عجبني انا حمقني هذا فن وجا في الجنب هكا في هاد سميتو هذا لابسه غير انت بوحدك انت ومرت الشيخ زايد ما لابسه حتى واحد تي ومرت الشيخ زايد كتعرفوها اللي كتعرفها تخلي لي في التعاليق هانتوما كي كيجي ما قالوا لي فراشه حتى كان فراشه هانتوما الموديل الاخر هذا كيختلف الالوان في هاد الزواقه اللي هنايا كتختلف الالوان هنا كميمات حتى هما فيهم هاد الطريزات هادو هادي بالنسبه لرمضان عرضت عليك شي صاحبتك مشيتي عند عدوستك عند خالتك عند اختك عند عمتك لوكيسيه تلبسيها خفيفه ظريفه هانتوما مستوره بخير وعلى خير هانتوما فنه وخفيفه في اللبسه ولا اروع ولا في الخيال ولا في الاحلام رائعه جدا والله العظيم عرفتي خفيفه بارده بارده خلاو في الصيف بارده والله العظيم رائعه جدا وعندها واحد الحزيم كتحزم هكا وجات رائعه جدا وطويله غنوريكم ها نتوما وعريضه والثوب ماشي من داك الثوب اللي كيلصق يعني كيبقى هكا هذا تقريبا خفيف على حتى هو ما سخونش ماشي داك اللي كيحرق يعني فن فن وفي الخياطه بهذا الشكل الكميمات جاو من هنا مقبوطين وجات من هنايا واسعه وكتحزم يعني فنه في اللبسه هذه حتى هي ها نتوما كي كتجي همه وشان شي حاجه تمي غاده تمي غاده وعارفه راسك راك لابسه عبايه عبايه
فنه فنه والله العظيم. هذه بالنسبه لرمضان، بلا رمضان عارضه عليك شي هكا شي عزومه خفيفه وشي حاجه، فهذه كتصلاح. ودائما مع الجديد مع ام زكريا، ما تنساوناش بقاو تتبعونا باش تشوفوا معنا دائما القفيطنات وداكشي الفن، وكنجيب لكم شي حاجه على الذوق ديالي، شي حاجه رائعه ولا في الخيال ولا في الاحلام. عزيزاتي كنشكركم على المتابعه، وخليوا لينا جيمات وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب، وغنخلي لكم التليفون في صندوق الوصف. اللي بغات شي حاجه مرحبا، ومع التعاليق اللي بغات شي حاجه اتصل بيا، او اي موديل عجبك شفتيه بغيتيه ديري دخلي عندي الواتساب نجيبو لختي في الحين بلا بدون تاخير. ومع السلامه عزيزاتي، الى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه.